بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الغائبين بلغ الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم ذكرنا فيما مضى فضل هذا العلم وفائدته وكذلك مدح الشارح التفتازاني رحمه الله كتاب العقائد النفسية بمدح مسائله وعباراته ثم يستطرد في المدح ويقول ما غاية من التنبيه والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. يعني هذا الكتاب يشمل على ما هذا المختصر يشتمل على غرر الفوائد ودرر الفوائد في لن فصول وكذلك وأثناء نصوص. نعم هكذا. ثم كيف هذا التأليف؟ إذا الكتاب يضم ثلاثة أمور: أولا المعاني، والثاني العبارات، ثم التأليف. التأليف يعني هذا ترتيب المسائل واختيار العبارات. أن أولا ماذا يذكر من المسألة، ثم بعده ماذا، ثم ما بعده ماذا، هكذا ترتيب المسائل والفصول والأبواب. ثم عندما يذكر مسألة بأي عبارة يذكرها، وهذا هو التأليف. فإذا مع أن مسائل الكتاب نفيسة جدا وعباراته جيدة غالية، مع ذلك ترتيب المسائل والتعبير عنه بغاية من الحسن والجمال، هذا الذي قال ما غاية من التنبيه والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. ذكر الشارح هذه الكلمات الأربع: التنبيه والتهذيب، التنظيم والترتيب. التنبيه والتهذيب ليس أمرا واحدا، بل هذا التنبيه في الأصل يستعمل في تنقيه جذع الشجر، يقال نقح الجذع. ما معناه؟ قطع ما تفرق من أغصانه، قطع ما تفرق من أغصان الشجرة، وهذا من أعمال التجميل. نعم في البساتين هكذا يجمل الأشجار، هذا يقال له التنقيح. التهذيب هو التطهير، التطهير المطلق. التنقيح هو أخص والتهذيب أعم. غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم. إذا هذا التنقيح ممكن أراد به يعني عدم الحشو والتطهير. الحشو يعني لم يرتكب المصنف في هذا الكتاب الحشو والتطهير بل تركهما. ثم كذلك التهذيب، التهذيب يعني لم يذكر فيه المسائل غير محتاجة أو غير مهمة، فكذلك لم يكن فيه فضول الكلام، هكذا تطهير. تهذيب. ثم ونهاية من حسن التنظيم والترتيب، هذا ترتيب التنظيم، ترتيب يعني ترتيب المسائل، هذا التنظيم يعني تنظيم أين يكون هذا في يعني في سلكي
أولا يدخل صغير ثم كبير ثم يعني لون آخر هكذا لو كان مختلف لا يكون جميلا. لذلك قال حسن التنظيم والترتيب. فإذا فمن هذا الوجه يهتم شأن هذا الكتاب ويعلم. ثم فحاولت أن نشرحه. هذا الفاء سببية ذكره مصلح الدين الكتلي في حاشيته قال أشار بالفاء إلى أن ما بعدها يعني ما بعدها ما بعد الفاء يعني محاولة الشرح الموصوف هو مسبب عما قبلها من شرف الفن وجلالة قدر المختصر هكذا يعني هذا المختصر قدره جليل فهذا الفن شريف عليم لأجل ذلك أو تسبب ذلك لشرحه فساء سببي ثم فحاولت أن نشرحه ثم يبين يعني كيفية شرحه ماذا يفعل في شرحه أشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معللاته وينشر مطوياته ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توضيح وتحقيق للمسائل غبة تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد طاغيا كشح المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا من طرفي الاقتصاد الاطناب والإخلال والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل. الطبراني رحمه الله بين ماذا يفعل في شرحه. إذا ذكر كلمات كثيرة كل هذا يدل على معنى أو على عمل مستقل مستقل. ليست هذه مترادفات. أولا قال شرحا يفصل مجملاته فإذا لو ذكر المصنف مسألة على صورة إجمالية هو يفصل لو كان التفصيل يحتاج إليه فهو يفصله ثم يبين معللاته البيان معللات معلل يعني هو مشتق من أعلل الأمر علل الأمر بمعنى أشكل إذن معللات يعني مشكلات لا يهتدى لوجه حلها هكذا لا يهتدى لوجه حلها يعني حل هذه المشكلة لو كان صعبا جدا يقال معللة هذا مشتق من داء علال فإن داء علال ما معناه داء عجز الطبيب عن معالجته هذا معنى يعني معللات فإذا هذا شرحه يبين هكذا المسائل المعللة ثم وينشر مطوياته لو كان هناك في المسائل الطي معناه عدم ذكر يعني لو كان في المسألة مثلا يعني خلاف أو يعني قول للأهل السنة الأشاعرة ثم قول
മാത്തിരിയിരിക്കും. മക്നൂനാത്ത് മസലൻ മിനൽ മുഹ്തറസാത്തി വൽ ഖുയൂദിൽ മുഹ്താജത്തി ഫഹാദിഹി കുല്ലുഹ യുളിഹർന മക്നൂനാത്ത് മഅ തൗജീഹിൽ ലിൽ കലാമി ഫീ തൻഖീഹിൻ കദാലിക കൈഫ യുഫസ്സിലു വ യുബയ്യിനു വ യൻശുറു വ യുളിഹിറു മഅ തൗജീഹിൽ ലിൽ കലാം ഫീ തൻഖീഹിൻ അനി യുവജ്ജിഹു കലാമൽ മുസന്നിഹി മഅന തൗജീഹ് توجيه معناه إبداء وجه الكلام إظهار وجه الكلام وجه يعني حتى بي توجيه يعني تبرير ثم هكذا هذا هو التوجيه فإذا هذا البيان مع توجيه للكلام في تنقيح ذكرنا معنى التنقيح يعني أراد به عندما يوجه كلامه لا يأتي بحشو وتطويل ثم وتنبيه على المرام كذلك هذا التفسير والتبيين والنشر والإظهار يكون مع تنبيه على المرام يعني ينبه الشارح على مرام المصنف ومراده كيف هذا في التوضيح يعني لا يكون هناك خفاء عندما يبين المرام بدون أن يكون خفاء ينبه فتحقيق للمسائل غبة تقريرين كذلك غبة تقرير غبة يعني غب الشيء هو عاقبته عاقبة الشيء فإذا غبة تقرير معناه عاقبة تقرير آخر تقرير يحقق للمسائل أولا يقرر المسائل ثم يحققها فإذا ما معنى يعني تقرير المسائل معناه ذكرها وجعلها في قرارها يعني يثبتها ويحكمها ثم بعده تحقيق معناه إثباتها بالبرهان إثبات المسائل بالبرهان يعني الاتيان بأدلة المسائل بعد ذكرها محكما وثابتا هذا يكون في عاقبة التقرير نعم تحقيق ثم وتدقيق للدلائل إثر تحرير هذا بعد تحرير المسائل تحرير معناه تلخيص العبارة هذا معنى تحرير المسائل يعني تلخيص العبارة عن المسائل هكذا بعد التلخيص يدقق الدلائل تدقق الدلائل معناه تطبيقها على المدعى يطبق الدلائل على المدعى هذا هو التدقيق أنا ذكر للتحرير للتحقيق والتدقيق ذكرت معنى هناك معان أخرى أيضا للتحقيق والتدقيق تحقيق يعني هنا ذكر يعني ذكر دليل ثم تدقيق تطبيق الدليل فكذلك للتحقيق معنى يعني إيراد دليل والتدقيق إيراد دليل فكذلك تحقيق يعني ذكر الدليل والتدقيق إثبات الدليل بالدليل فإذا تحقيق معناه إثبات المسألة بالدليل إثبات المسألة والحكم بالدليل تدقيق إثبات الدليل بالدليل يعني يثبت أن هذا الدليل هو دليل يعني ليس هناك تخلف الدليل عن المدعى هكذا هو يثبتنا فكذلك للتحقيق معنى آخر يعني بيان مسألة على وجه حق أو على وجه موافق للحق والواقع هكذا يقال تحقيقنا ثم تدقيق للدلائل إثر تحرير وتفسير للمقاصد بعد التمهيد
ممكن ما أشاره آية تحتاج إلى تمهيد لإثبات مسألة ذكرها المصنف فهو يأتي بالتمهيد والتقديم ثم بعد ذلك يفسر المقصود المقاصد يعني مما ذكر المصنف نعم وتكثير للفوائد مع تجريد ويفسر الفوائد الفوائد يعني ذكرنا ما استفدته من علم فإذا يكسر العلوم كثيرا العلوم المكتسبة لكن مع تجريد تجريد من الحشو والتطويل وكذلك تلخيص نعم ثم طاويا كشح المقال فهذه كلها أفعال ثم هو يترك بعض الأمور المتروكة أيضا يقول هذا طاويا كشح المقال الكشح هو هذا الجنب والجانب من الجسد إلى الخلف ليس إلى الأمام من الجنب إلى الوراء الكشح ما معنى طي الكشح طي الكشح معناه أعرض عنه يقال طوى الكشح عن كذا يعني أعرض عنه هذا معناه ثم فإذا هو يترك كشح المقال أن أي شيء يترك القول عن الإطالة والإملال فإذا لا يكون في بيانه وشرحه وقوله الإطالة والإملال الإملال يعني إنشاء الملل للقارئ بسبب طول الفاحش فكذلك متجافيا يعني متباعدا عن طرفي الاقتصاد ما هو طرفان للاقتصاد الإطناب والإخلال إطناب في البيان إكثار في البيان فوق الحاجة الإخلال بالمقصود لا يكون كلاهما بل يكون التوسط والاقتصاد وهذا هو صفة شرحه وكيفيته مدح شرحه لماذا؟ لترغيب الطلاب في شرحه لو كان فوائد هذا الشرح هذه الأمور فالطالب يرغب في قراءة شرحه لذلك مدح شرحه وليس هذا من تزكية النفس المنهية في القرآن بقوله تعالى لا تزكوا أنفسكم ليس هذا من ذلك المنهي بل في هذا المدح مصلحة أية مصلحة لأجل ذلك مدحه ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويفضل الأمر إليه ويقول والله الهادي إلى سبيل الرشاد يعني أنا عزمت ماذا أن نشرح وأن نفعل في هذا الشرح هذه الأعمال وأن نترك هذه المتروكات لكن هذا سبيل من الذي يهدي إلى سبيل الرشاد هو الله تعالى فقط والمسؤول لنيل العصمة والسداد هذا العصمة والسداد عموما وكذلك خصوصا في هذا الشرح العصمة عن الخطئ والنسيان والغلط السداد هذا سداد الطريق وهو حسبي ونعم الوكيل ثم بعده يعني يدخل المصنف بعد هذه الديباجة في مقدمة النار بعد هذه الخطبة يدخل في مقدمة فهذه المقدمة يعني في تعريف علم الكلام وكذلك يعني تقسيم الأحكام الشرعية كذا كذا من الأمور إن شاء الله نقرأ في الدرس الآتي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.